ألفريدو دي ستيفانو أسطورة ريال مدريد فارق الحياة عن عمر يناهز 88 سنة عقب تعرضه قبل أيام لأزمة قلبية أدخلته المستشفى بالعاصمة الإسبانية مدريد، أين توفي تاركا إرثا كرويا كبيرا وضعه في مصاف كبار الساحرة المستديرة كواحد من أحسن اللاعبين في التاريخ. دي ستيفانو الأرجنتيني الذي شكل انتقاله إلى النادي الملكي جدلا كبيرا بعدما كان مقررا أن ينضم إلى الغريم برشلونة، يعتبر الرئيس الشرفي للميرينجي منذ عام 2000 مع تولي فلورنتينو بيريز زمام رئاسة الفريق. عقب وفاة أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو عن عمر يناهز 88 ربيعا، أعرب رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ومشجعو النادي الملكي عن حزنهم البالغ لوفاة أسطورة ناديهم. دي ستيفانو ولد في الأرجنتين وحمل ألوان ريال مدريد لسنوات طويلة حقق معه فيها إنجازات كبيرة وأصبح أحد أكبر عمالقة كرة القدم العالمية في مقام البرازيلي بيلي وجيل الخمسينات والستينات، كما فاز دي ستيفانو بخمسة ألقاب أوروبية متتالية مع ريال مدريد بين 56 و60 و8 ألقاب إسبانية. دي ستيفانو فاز في سنة 1957 و59 بلقب أفضل لاعب في أوروبا، كما يعتبر صاحب المركز الثاني في قائمة مسجلي الأهداف لريال مدريد، ليعتزل دي ستيفانو كرة القدم نهائيا عام 1966 عن عمر يناهز 40 عاما بعد مسيرة 21 سنة بين ريفر بليت ورواكين الأرجنتينيين وميلوناريوس الكولومبي وريال مدريد برشلونة وإسبانيول الإسبانيين. فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قال عن وفاة الأسطورة دي ستيفانو: ألفريدو دي ستيفانو هو ريال مدريد، فعلاقته مع النادي أتاحت خلق أعظم أسطورة في تاريخ كرة القدم حاسما وواضحا وغير وجهة هذا النادي. حينما عبرت هذه البلاد مرحلة صعبة أصبح ألفريدو دي ستيفانو وزملاؤه مصدر أمل